بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وليحاكوا لحجزني باقي لوغة هدلاي جناسدة، الحديث 58 بعد 100، حديث كي بقول يكونتن يسديدات، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعير نبيك أسرعوا بالجناسة، جناسة لدك دقة، فإن تكو صالحة هذه أيتاي نفس صالحة أوفي عن الدين تألا رعضي ددجية مرول بفخير تقدمونها إليه، غير أيات أقلين إنسان حقي سوى إن تكو هذه أيتهاي سوى ذلك أرنتا غير كيد أما وحكسو هري معناها شر أيالو لجيدا أيسا صالحة أهين نفس شر شرواي او تبعونه اتكدغيسان عرقابكم شر قورها اذين كسارنيد او قورها كدغيسان وايه مر ولب اسكددجي ايو يري نبي صلى الله عليه وسلم حديثك وحا لغا قادانا اني استعباب تهي ان لا ددجيو تجهيز كميدك اي ان قاديتان كيسا هدي علت كلا ايسن مركاجيرين مع ذلك غفك إن غرك أو دنتب أو الله بصد أو لأغاذ غير ذيسة إن عيولة ددجيان رواية كلا آيات المانتي غفك مؤمن كان يالله حبس بين ظهراني أهله إهل كيسة دحذو ذا إسنا مركي جيا نفسدو هداي تايمت صالحة ذا أو في عن ماشا الله وضا أغا خير بدن أدونك سيد الرسول كتل مامي فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه حديث اي تاي مدحن شرواي او قورها اذن كسار نيدي مرول بدخس اسكاديغ الحديث 59 حديث كي قنطن يسقالت بعد 100 بقول كقذال عن ام عطية الانسارية رضي الله عنها قالت وحي ترنهين وحن لك الرابي هدان دمر كان يعني اتباع الجنائس جنسوين كالراعتان كذا ولم يعزم علينا من أن لكو أكينين أي تري أم عطية وسحابية جليلية وحيفا إذين سان نبيك إنو دورك دمرك أديذي إني جناسوين كراعان إلي رقيك إي رأفيك إي ليهين أي آدو أذك أكتوضان صبرك أي كوير أو متحمولي كران سيد أي رق وح أتحمولان أو كلي حديثكو حالك قادنا إني ممنوع تاي راعتان دمرك جناسوين كراعان وانا أرين عام إتراعتان ماشي لغو ديارين آيو ماشي لغو لتوكين آيو إي مخابرت لغو دوغا إنتا سو دمبا إلا دلوغو دير دمرك وحيطا إني سنكري كارين لكن صبركو دي آدياد ويريهي تساقوتك إي أرققحنا كإيمانا تاسو صبرك مركا يريني سو معطية وهي عبير ريسا إنا لغو أتكين النهيغا أوسان أهين متجاسم هو مؤكد لكن ابن الدقيق العيد وحيري وحاسو أررتي أحاديث تلماميسا على تشديد في اتباع الجنائسي جنائسوينك إنا راعان دمرك لغو أتكين يديدي ديدا وحكبدا حديث كان بابو في موقف الإمامي إمامك ماشا أوك استاقي لها من الميت ميتك ميدك مركا لغوتو كان يهدي ركيهين يهدي دمريهين اسكو ميل لغل ما استاغو الحديث 90 بعد 100 حديث كي لحذانات بقول كقذال عن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال وعير صليت وان تكتي وراء رسول الله رسولك قداشي سنلتو كذي صلى الله عليه وسلم على امرأة ناك ما تطلمتي في نفاسها ومشيدة كل ما طيف قام وسطها لحذي ذا أي رسولك استاقي ماكتان وي أم الرعضة ومشى أي كل ما طيف مع ذلك ومشى وحلق إيا وقتك وقل باتر أما أقو أذك أي دمرك أي صامران مريم بنت عمران أي تريا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا هلاقي يوفوشن هرتي سمحان إساقت لمن واي ونو أهان واي وحله المامي مركز مروح لا رسولك أيان لتك ذي وراء الرسول الله رسولك قداشي سعلا امرأة ناكدوشي ذا ما تطلمتي في نفاسها نفاس كذي أمشي ذا دحذي ذا كلمتي جناس اللي قتكناي فقام وسطها دهدا ايو رسولك كاستاغي على دا ايو تلماميا اذا ضمرك وحال لغا استاغيا دهدهاتك رقنا وحال لغا استاغا دينا عمضحا انك امام قال لو لجيدا او مركا صلاة دو جينيا بابو في التحريم تساقط
حناق إن الحراق إني حرام طيب بالفعل والقول إن لم وجه تساقط مصيبة كود عضي إن أعراته فعل يقول لبضب إني ممنوعته باب كذي واي وفكو مركي مصيبة كود عضوا إنو سيدة إله أماني أو كالوغة صباحا وإلى الامتحان من أبو ير إله شيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات إنت سطنا الذين كو امتحاما إي وبشر الصابرين صابرين تأو بشارة صابرين ييهين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال مركي مصيبة أصيبت نهيس أنك إلهي أيان أسقناني حقي سانا أنقنينا مقيليان درك مجيح جيحان ويل إيهلاك وموعظان لكن رب أي أصبران مركي ديبكو دعو الحديث 91 بعد 100 حديث كي بقول إيه لحذن إيه كوات عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم برئ وهأو برك النقضي من الصالقة والحالقة إيه والشافعة قال المصنف حوداي الصالقة التي وامد رفع صوتها عدك ذكر أقاد عند المصيبة مصيبة مركي كد عذا أكتير سد حذاب النبي بري أيو كان نقضي صالقة ومد قيلسة والحالقة ومد حيرة والشافعة ومد ويلك إيهلاق أوعتا أما شاقة مد درك جهجه ذا تاسا مركي اللو لجيذا مع ذلك انت صورنا وحيت الماميان إني ممنوع تاي مصيبة مركي قفك كد عذا إنو آد أرققح أمو أقيلي بلسوا إنو أقاذا قدر الله إي مقادر إلهي إني تهي اسلام مركي دبك وكدعو وإرودها إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي أيا أماني أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة كواس الصلوات إن حديث إذن بدافئ أي إليهن وكو مركي هنوني الحديث 62 بعد 100 حديث كي بقول لحذن يلا بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي وحوكوري صلى الله عليه وسلم قال إنه يري نبيك ليس منا نغمد ماها من ضرب الخدود مد كدفورك قراع وشق الجيوب جاببك جحجح ودعا أوعد بدعوى الجاهلية جاهلية وعشذي إذا قفك مركي مصيبة كن عدد دمركها أبضنا ذاني دفورد أي طمان مريه أي جحجحان وحي أوعان وعي أي دعوية إي وعشذي جاهلية والنياحظة إي قيل ذا ميتك الله ضررته مع ذلك الله أمانه أيدو أوهين إي أمانة إسوكو دحجرته إي عدك أو كر لو قاد شي ممنوع واي أما إنو قلبك عبصد إن ده أي بييان ووحدين تقبتو لمدي دانا إلين عنو جيرا أي إبراهيم مركو ديمنا نبيك وأصو قال وهو يجود بنفسي وعنو جيسا أوير أسيقو نفس دي سب أي بحيس عنوك نبيك إن ديه سبي أي كسو داتي مركو أركي عنوك حالد أو كسو جنيهي عبد الرحمن ابن عوف أيير وأنت يا رسول الله أدما أويني سيد رسولك إلهي معنى أتبكي وتنهان عن البكاء ما أويني سا أنغن أوهنت منو ديري سا رسولك وحو داي إن هذه الرحمة مدان حريس ويأد أجيد إلهي أويا لقلوب تأدو مذي سا وحو أن حريستا إلهي كون حريستا أيو دهي مدكلا إي إلين كلا أيو سور رعسي مركاسير إن العين تدمع إن ده وابييا والقلب يحزن قلبي غنوا مرغونا مع ذلك مكو هضلين إلا ما ربنا وحس ربكين رالك أهين وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون إبراهيم وتجتانك أنك تجسك وكترا يسان أيانا حديثك وحالك قادنا إن ده إني بيكي ماذين قلبك أنا أعبسد وشير لغو أمان قفك مؤمن كأ وانا نحارس لبدا هدي لغاو أن نحارس ما بالهدب لكن ميتك أو لا قيلي أو اللي رهد الله وعد دعوة الجاهلية هب الهدوط تغي واقو أني أنا وحا نقن تدباب أي وحا وشي ممنوع أو مركا حرام أو إنقضها إي قدر إلهي مركا له جسناد الحديث 63 بعد 100 حديث كي بقول لحذن إسدحات عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتي لما اشتكى النبي نبي مركو وحنون صدي صلى الله عليه وسلم ذكر وحي حسين بعض نسائه ناريه سقيب كمذا كنيسة كنيسة أو رأتها أي كسو أرتب بأرض الحبشة للك إتوبية إلى صحابة إن بضان أي إسلامك مركو بدايةها أو لدباي إتوبية أهجروا ذي للك حبشة مع ذلك كنيسة أي كسو أرتب أي شاكتي يقال لها ماريا
كنيسه الصوماريه ليرهده وكانت ام سلمة و ام حبيبه لبضبا وحي اهاين اتت الاكوي تغي ارض الحبشه ذلك اثيوبيا فذكرت وي حسين من حسنها كنيسه قرحده وتصاويره اي مصاويره فيها غدهده كصورا صورها اي كدح سمايين اي حسين فيها غدهده فرفع راسه نبي اسقو حنوسن اي مدخيس كور اسو قاداي صلى الله عليه وسلم وقال وحو يري اولئك كواس اذا ما تهدو كدنت فيهم دحدود الرجل الصالح من صالح ولئه بنوي اسين على قبره قبره سي مسجدا مساجد كدس جيرين ثم كبعد صوروا وحي كسمين جيرين صورة فيه قبره دحديس صوروا وحي كسورين ين فيه مساجد كدحديس تلك الصور سورينك اولئك كواس الشرار الخلق وخلق كو شرط بدن عند الله إلهي أكتس سبحانه وتعالى إلهي أكتس كو أغشر بضن وأولئك هم شر البرية معناها ومخلوق الله قلقي كو مركا أشر بضن الحديث 64 بعد 100 حديث كي بقول أفر إيه لحذنات عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي ترى عائشة قال الرسول الله رسولك إلهي وحي يري صلى الله عليه وسلم في مرضه جرديسي الذي جرد أسوه لم يقم أسنكك إن منه حقي سوكر انتي واي أسوه كجر أيو نهي لعن الله إلهي هل لعن أو رحمدها كدرجي اليهود والنصارى يهود يا النصارى اتخذوا وحي كسم استن قبور أنبيائهم أنبيالكو ذو قبور توضي مساجد مساجد كدغين قالت وحي ترى عائشة ولولا ذلك أرنتها دي سنجري لهين لأبرز قبره قبره سوا بنتق لها أو بنان كان قي لها غير لكن أنه خشي وحلق عبصدي أن يتخذ مسجدا إن مساجد لغا دكتو أو دكتو قوب عبادة أي كدكتان تا أيا لغا عبصدي أو عائشة أي ديدي وحي كوري نيسا إن قبورها لديسا إني ممنوعتها نبي في آخر حياتي أيو يري الله لعنة يهود يا النصارى قبورت النبي شود أي كتلي جنن مساجد يقوى على اللغو عابد الحديث 65 بعد 100 حديث كي بقول لحدا يشاناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحو يري قال رسول الله رسولك الله وحو دهي صلى الله عليه وسلم من شهد الجناسة قفكي جناسة حاذرة حتى يصلى عليها إلا اللوغت كان يفله قيراط قيراط أجر أيوليه ومن شهدها قفكي حاذرة حتى تدفن إلا اللوغتو كان فله قيراطان لبا قيراط أيوليه قيل وحالوير وما القيراطان قيراطان كمحيهن لبضى بورط قال وحوير مثل الجبلين مثل الجبلين العظيمين لبا بورط أواوين أجر كذوا يأيوير نبيك ولمسلم مسلم وحاسقنا أصغرهما لبدا بورات كان أغير مثل جبل أحد جبل أحد أي مركان لمدي هاي حديث كحو تلماما يا أولاق قاضنا فضلك وين أولي هاي صلاة جناسة إلا تشيعي ميتك أولا سقوتيو لن راع إلا لقدوغو مع ذلك إلا لسعود أي فضل بضن أقيم يوناق له أي ليري لأنه ذهب جمهور العلماء إلى أن المشي أمامها أفضل إن هرت يظل السعداء يا فضل بدن ابن المنذر وحو يري انه ثبت وحكسنا ذي نبي ابا بكر عمر كانوا يمشون امام الجناسة جناسة هرتود اي سعنين اذا لم سوكو بكر فضائشة يا فضل اولي هاي راعدة ميتك يا سلادي سو لغو دكتو يا ان لسقوتيو وانا حقوقاتك ضدك مسلمين تي اسكو ليهين كتاب الزكاة زكى ذي كتاب كذي وزكى وحلو لجذا اللقظ والنماء والتطهير معناه وزيادة طهارة حق شرعك وحق واجب كن قضي مال خاصة وبهيمة الأنعام حولها وحلولك كصوبحة لبذ النقدين عروض التجارة يقيبك مدأة ثمارتا بيرها وحيابها كصوبحة وحلق الزكى يا صند كيبه هالمر إلا بيرها ما هني بيرها مركي قوان أيال بحيا وآتوا حقه يوم حصاده مالين تقو اسمه
ديب حق أيو يري إلى سبحانه وتعالى. ذكذي كتاب كذي ويا الحديث 66 بعد 100 حديث كي لح يلحذنات بقول كجلال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وحو يري قال الرسول الله رسولك الله وحو نهي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. معاذ بن جبل أكير حين وقتك يبعثه إلى اليمن يمن أبحي أدري نبيك إنك أذيك معاذ ستأتي وحد أتقيس قوما قوم أهل كتاب كتاب أهل كوداء فإذا جئتهم مركات أتك تفدعهم أغوع إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وغورينتي برت وحيدك شركك كالصوفج إله ذا كحر إني وحيدان أو أي قران لا إله إلا الله الله حقني من لغو عابد إنو سنجرين إلا إله وين ما هان محمد رسولك إلهي إنو يهي فإنهم أطاعوا لذلك هدي أرنتا كاية فإنهم هدي أيغو أطاعوا لك أي كأطيعان بذلك أرنتا أي أقبلان فأخبرهم وحاد أشيكتا أن الله إلهي قد فرض عليهم إنو كواجب يالي كركوض قمص صلوات شان صلاضوت في كل يوم وليلة هبين يمالنبا أفري لباتنكي صعب شان صلاضوت إني تكتان فإنهم أطاعوا لك هديك أطيعان أذيك بذلك أرنتا أو أي كام مقلاني كوغو أطيعان فأخبرهم وحاد أخبرتا أن الله إلهي قد فرض عليهم إنو كركو ذكو واجب يالي صدقة صدقو أو تأخذ لك قاضي من أغنيائهم تاجر ذو ذا أو فترد على فقرائهم فقيرين توذل لغو علناي فإنهم أطاعوا لك بذلك هدي أرنتا كايلا فإياك إسك إلالي هدي كرنهان وايه زكذا وابحنينا إسكجر أيوناي نبيغ وكرائم أموالهم مالكو ذا مدك أغقيمها بضن أو أغسر سريها كقاذن إسك إلالي نيفك أغجرها كبحن فإياك وكرائم أموالهم واتقي كقنب أو كعبس دعوة المظلوم ننك اللدلمي هباركي سوايا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إلهي أسقى وحجاب أرحى يا مال سبحانه وتعالى نن مظلومه أول الدلمي ميلو كوها بارتمايها استاقن كإلالي إسك إلالي وحنها الظلمين معناها واتقي دعوة المظلوم دادك إني ظالمين نقضاني أبتين مانتي دادك الظلميان واتقي دعوة المظلوم قفك مظلوم كي الدلمي إسك إلالي هباركيس فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أدونك يوان كوغر قاريا ولو بعد حين أيوضها إلى سبحانه وتعالى حتى كافرها أهاضو إن الظلم سأيا مركا ممنوعا إن الظلم سأيا مركا ممنوعا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يا إذن يا كأجيب متك مضطر كأه إلا التبردري إلا الظلمي مركوطوغ وإلهي ودمانتي حمانتك في إذن كان إذن كدق خليفين أرلضا أه إله مع الله إلهي ما إله كلمعي سأها ضيوامي الحديث 67 بعد 100 حديث كي بقول يلحذن يتضباد عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال وحو يري قال رسول الله رسولك الله وحو نهي صلى الله عليه وسلم ليس معهان فيما دون قمص أواق شن أوقيضاد وحي كير صدقة صدقو ولا فيما دون خمس دود شنجل وحي كير صدقة صدق معها ولا فيما دون خمسة أوسق شن أسقيضاد وشن رترر وحي كيرن صدقة صدقة صدق معها نن أيو يري نبيك صلى الله عليه وسلم حديثك عدت الماما يا مقاديرتي قدرر ايكو كعيس زكذا مد أغوه ريس ليس فيما دون خمس أواق أوقية أوقيض وأربعين درهم أفرتن درهم أيا لولا جيدا أفرتن درهم أو من شنعة واللبا بقول وحي كير لعكت زكا لغا مربو هذه اللبا بقول إيقارت خمس دراهم أيا لغا بحنا أما شن ريالات وهدي سنكسو وريكت ولا فيما دون خمس ذود ذود كوحالو لجيدا يطلق على ثلاثة من الإبل إلى العشرة أيا لغو تلماما شن وحي كير أو جيل آ صدق لغا مربو أفر جيل هداد ليدا يزككو مكعيس إلا أي شاء ربها ننك إسكال إنو دونا ما هانا شن أيكو بلابطا شن مركة أو غارة هل ري أيا لغا بحيا طبان مركة أو غارنا لبه ريود شن إيا طبان هدي أو غارة سدح ريود لباتن هدي أو غارة أفر ريود شن إيا لباتن هدي أو غارة قالين أيا لغا بحينا
mid sana ka baxday oo laba jir marka oo hal jir gashay laba jir gashay ayo qofka oo bixina macnaa waa 25 marka uu gaaro geelku bilaabana ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق شن وسقي ضادنا صدقة صدقة ما هل كي أسقي وستون ساعة ولحذن ساعة ما لحذن سوس أو من شن أهواي سدح بقول مركة أوجار أيقفك مركة بحنا مع ذلك أيقفك تلمام يا سيد أحاديث قول أي تلمامين بيرها وحلوك لسكي يا سيد مركة الله قد ابتوض وحي عرك ورابيو أما جيد حديد كنوك أويها عشر ايا لغا قاضا تومن كيبا هل ايو بحينا تومن كي جونيبا اما هدي او يي آلت ايا قان هدي لغو ورابيو قفكو نباتو او اماري نص عشر ايا مركا لغا قاضا تومن كي هل مين لغا قاضا نس كيسا مركا او بحينا مركا ساسي زكوينكو مركا او سعونا يان او قفكا مؤمنكا وحال الربا مر والبا انو كد ذال سيد زكذا اي تهي او نمركا بحي الان خير وناك اي ادون اي اخيرا لغو قارا الحديث 68 حديث كي بعد المئة بقول لحذن إيس الدذات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحير ليس على المسلم مسلم ككركيس في عبده أدون كيس ولا فرسه يفرس كيس بصدقة صدق ماءها وفي لفظ لفظك لوحوها إلا زكاة الفطر إلا زكاة صنفرك ماهان أو فطر الله بحي وفي الرقيق أضومض وإنو مركاك بحيا وفكو أدوس أضوم اللي هي زكاة لقا قادة لديه مايو أدوس كنت بعنا انتو قدو سنسي جدين تجارة هان مركا آن لوغا قاذينين فرسكي سنساسو كل هال فرس اياد ليدهي وكش رقيسة هال بابورد ليدهي وحزكا كوركي ذا ماءها على دا ايو رسولكو تلمامي الحديث 69 بعد المئة حديثكي بقول سقاشن ايسي ديذات حديثكي بقول لحدن ايساقالات عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحودا نبيك العجماء حولها عجمها وكو انور من وبهيمدي جبار وجبار وهدري ووحا وحكا سوقال لهين والبئر عالكنا وجبار والمعذن معاذن تنا جبار وجبار وفي الركاز حولها الركاز كاء او اي جاهلي قدوكتين او رولك لغا هلانا الخمس خمس ايال لغا بحنا بوطاي نبيك صلى الله عليه وسلم الجبار الهدر ايال الى هذا الذي لا شيء فيه وقف ان وحب اللو هيسنين نتلا قف كا قردارا مثل رسولك وحوت المامي او كلا قف هدو ايمال دولال اذن كسو فيريو ويحدكين انتو رغح كتور اشا او كردو وحلو هيستمالي معنا كاسا الى هذا جبار كا والعجماء الداب البهيمة وداب البهيمة اي مركا ان هدلين واسا مركا اللو لجي ذا معنا حديثك او تلمامي وحالك وضع مثلا حولها العجماء مركا اللي يري وبهيمة وحالك قادنا لا ضمان في البهيمة حولو ان يسن واحد ضمان اهين اذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها مثلا حولها اي ايا وحاليين دبات اي قدب جارسيين حالب نوع عاسو كالك سوقات ملوقفكي ومقا لديه مايو وبشرط انو سنهبين كي درينكو هدو اوجيهاي اني وحفز هذينايان اما نيفكان او حاليناي او سيدا كسي داينا مركا وضمانا سيدا علماء قبل كميد اي مركا يراهذين وانو مركا هوري لأوجيهاي ذا قفكان حوليهيس انو اساقه انتيي انو سنكيليجي مركا ديرين حالدها النوع عاسو كلا اما وحي كلا او ذات الله اي كساميان وحضمان او مركا اهاتي مركا مجيرو العجماء جبار سسلو لجيدا والبئرو عيلك أسجن جبار واي مثلا قفا بئر قطي أما عيل قضي ميل دبا تبضا أما ميل متقانا ضدك أي كل دبا تونا يانك مقذين وحو كسمي ميل كالي أما ضد قف أي إساقد عير إذن إلهي أما حالب نوع عاس أي مركا تيمد قف كاسنا وح الله يستان مركا مجيرو أما هدو قفك أسج إقراء أهان كسمي أما قفك أو كردو أما سإنت أو جيد سارو هوس عيلك أو أجي هاي حالبها نوع عاس إنو سميو مركا وحي نقونيسا إنو ضمانايو اما هدي كلامي ايال يري والمعدين معدين تنسا سوكل ددك معادينتي ميلها لغا قودو هدا اوغتا ان خطر اي دبات اي ليداي او قفكي ساس اد كو غليسو او كاغا شقينايو دبكي كو ييمهدا وا لغو هيستا او وا دمانيسا اما واخ دبات هديسن ميش اهين واخ دباتن ايسن مركا جيرين ددكانا اتري اي شقيه او ميشي اي غلان واخ دبات او ييمهدا اما ميشي او كوسو دنتو واخ دمان اه مركا ملها بو داي نبيغا
وفي الركاز ركاز كان وحالو لجيدا وحولها اي دوكتان جاهليه ركاز ويخرج من عينه وحالا لوحي دولك مركا لغا سو بخي ايا لو لجيدا ركاز ايا ليرهدا بشرط واني نقطو ووح ميل ان لدجنين اما ماشو ايتا ميل دتكي غالدي هور اما جاهلينتي اي كو دوكتين ركاز كان وحولا فربدان او دولك هوستيس مركا لغا سو بخو اما ميشا دي عمار ايتا ايميل لدجن يهي مركا ممنوع ما قفك انو بافي نقنيس ايا ليري صوبته وحي تاي لقطه اي نقنيس اي بعضي سيده نو ايمان دون تبع الحديث السبعون بعد المئة حديث كي بقول اي تضباتنات عن ابي هريره رضي الله عنه قال وحو داي بعث رسول الله رسولك وحو دري صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقه سئو صدقه اسو اروريو ذكرك سو اروري دتك ايا ليري فقيل وحو يري فقيل وحالو يري نبيك عمر بحي معناها سده وفوده ذكري سو ديدي نبيك وحالو شيغي منع انو ديدي ابن جميل وخالد ابن وليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سده ذا ذكر وسو ديدينا الله رسولك الهي فقال رسول الله رسولك وحو يري ما ينقم ابن جميل ابن جميل لو عيبين ما الا ان كان فخيرا فخير بو اهنجري فاغناه الله تعالى الهي تاجري وانك اي دد كدهان هل مرو قبي مع ذلك اله بريي ورسولك دا اله ايتوك مزيدك حاضر جري ور خولها اسك ضاف الله صفكر ولي اسك ما باقنين خولها ديبي ليين اسك ضاف ما يو داه هدي اله اسي لا صدقنا وعلى كننا من الصالحين وصدق سنا صالحين ترى وكمت اهانا حول لسيي وحب بالله انه جماعة لك صداها مركي دم بحولي صابتي وحو ابو حي بنانك مغادر ما بي قبلين سوير ميل بنانو ديغي كقضال وحب بالله انه جماعة كل قيدي ميدو كقضال واكسي بقى قيبة ميشا حولي ساسي ايديات اصيبتي مركي دم بصلاة دو جوجيي زكذي عدد الله ديرو لين زكذي كان محمد وحي صادي بوبيين ايسو شاقو يري هذا النوع عسوسو كيني مركي رسو الله يري مركي لسي وح الله لوحي الهي اوكبري ويكوب خيلين وينجيستين وهو معرضون دين طبعاً يبقى كتاجين فأعقبهم الله إلهي نواعر بنا يا نفاق قلبي وذي مركي كجيلة مركي ابن جميل نكاوات إلا أن كان فقيراً فأغناه الله تعالى إلهي بقى آردونا وأما خالد خالد سوما فإنكم أذنك تظلمون خالدا قد وضمين سامبو داي نبيك محا إذن جي خالد فقد احتبس وحكبحي أدراعه عن بربرديالكي وعداده هبكي يحوله يفلسفي أولها في سبيل الله إلهي جدكيسا والخالد هروح وليس طنب أديبي إنكم تظلمون خالد إنكم ستظلمون خالدا خالد وظلمين إنسان خالد دائما مظلوم مركز مظلوم واي وأما عباس وأما العباس عباس وما فهي علي أنا يا كركي أهطيب وضعي نبيك إي ومثلها مثل كذا ثم قال مركز وضعي نبيك يا عمر عمر أما علمت سو مؤجب أن عم الرجل ننك أذير كيسا سنو أبيه إنو أبي سلم ديهي دافو داي عباس وحي حقي سأ هذي أنا جوغو داي رسولك صلى الله عليه وسلم مركا إن لديه زكذا ممنوعة الحديث 71 بعد المئة حديث كي بقول إيه تضبات الإيكوات عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال وحجر لما مركي أفاء الله إلهي أسوء إليه على نبيه نبيه سيوم حنين معلنتي دقال كي حنين لو أسوء إليه غنيمة إي حوله قسم واقيبيي في الناس بدك بحذو ذا أيوك قيبيي نبيه وفي المؤلفة قلوبهم إيكو قلوب ذو ذا لصوتما ولم يعطي الأنصار أنصار تانا شيئا شيء كمسين النبيه معلن تاني منكي أنصارات وحو مسينين فكأنهم وابا أيقو وجدوا هلي في أنفسهم نصدي الكوب وجدوا معناه وحلوا لجهدا وابا أيقو كحناقي إذ لم يصبهم وقت أيسا أصيب أم أيسا إلين ما أصاب الناس وحيدتك أي أصيبين انتا كقضال أيو نبيك هذا الكيسو قاري إني دفتي حالة النوع عاسك حنيهين فخطبهم وأخذ بيو وحير يا معشر الأنصار أنصار معشر تيذي ألم أجدكم سوء إذن مهل ضلال إذن كو بعضي أخو فهداكم الله به إلهي سبب تيذم إذن كهنون ننمي وكنتم متفرقين إذن كو متفرقين أخو كالتك تكسن سوماهين أو فألفكم الله به أن إلهي سبب تيذم إذن كوكوزط من ميا وعالة إذن كو عالة معناها عالة وحلو لجيدا إذن كو فقيرة أو فأغناكم الله به
إلهي سبب سيدما إذن كتاجرين المياة كلما مركزتو قال شيئا شيء يرهده قالوا عيدهي الله ورسوله أمن إلهي إيه رسولك إيسا أيا مني إيا قلب له قال وعير نبيك ما يمنعك محا إذن ديدي أن تجيبوا إنا تؤجبتان رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم إنا تجوابتان قالوا وحيدهين الله ورسوله أمن إلهي إيه رسولك إيسا أيا مني له قال وعير نبيك لو شئتم هذا دونتان لقلتم وحطيه كرتان جئتنا وابنوت من كذا وكذا أبيغو صاع يصاع ومعناها أبو فقير أحدثكو أي كنا عين أول لقصو بري أيام قصو دويني انت صوتا وابنوت كرتان بوطاي نبي ألا ترضون رالي مكونا قنيسان ميا رير مديني أي يذهب الناس إني دتكو لطغان أم أي قاتان بالشاتي والبعير رئي إني قاتان جيل أو تذهبون أبلطكتان إذن كان بالنبي نبيك أبلطكتان إلى رحالكم ما لها آتك انتهم بوضاي نبيك لولا الهجرة هجرة حديثا أهان لها إلا كنت امرأة من الأنصار لأن أنصارتك ماذا أيان أهان لها ولو سلك الناس دادكو هدي قاذان وادية تك اي قاذان او شعبا اما ملكي معه اما سبوراء لصلبتو انيقونا وحان قاذي لها وادية الانصار وشعبها باشي رير انصار اي واديقي اي شعبتقي اي مرتي اي انمري لها بوضعي نبيك الانصار شعار دادكو شعار ايو يلي نبيك شعار كواطوب الذي يلى الجسد وجسد كالحريرة اي اللي رهذا مع ذلك ايو يلي نبيك دادكو شعار معنى الانصار شعار دادكو شعار معنى انصارتا شعار واي معنى تركوين انت ان لقاذا ننوحاجر ترقى فيفا اما سجسد كالقود جيفنانة ايو او تركوين انت ان لقشانين كاسد الى متهين والناس دثار دادك كان ودثار ايو يلي نبيك وطوب الذي فوق الشعار او شعار كمكا كوريا وطرك بنانك لقاطو اذن كشعار ايات الى مثلهين وطبك الى سو حريرة الى طرك يرير كعا اي جسد كان للحريرية طرك ووين ويكسيدا بيان والناس الدثار تذكر الدثار وي انكم اذن كرير انصاري ستلقون وحد لكل ميسان بعدي اني قداشي افرتم كلي احاشو أثر أيام لكل ميسان أثر ذو حلو لجيلا وشيء أيو إليين أو ضد إليين أو لغسين إنكم ستلقون بعدي أثرة أي فاصبروا هذا قال من صبر حتى تلقوني على الحوض إلا درك صلى الله عليه وسلم حديث قعود الماما يا وحب حنت قيمها اي وناك اي لاذها اي ستقضى ان لسي مؤلفة قلوبهم تك قلبي قوض الله صوتهم يصير اي آيات الماسي يا رير انصار قبلك اي وناك اي ليهين باب صدقة الفطر ستقضى فطر الله بحيه اما صونك ستقضى الله بحيه باب كيدي واي فدر ايا لغمك حاضي سيدا درتين اي سلمان علمدو اني واجب صحيح شرعي وحيابة فربضان ايا اللوغو طلق علي وحاكم اذا حكمت اي فائدة كجفة سيخاذن سكاذ سكاذ الفدرقة وحي صاهرتا نكا صائم في سنكي سمضي في صاح وشكر الهي اللوغو شكرنا يقفق مكي لغوك اللذي سيئنو طمستر السيام شهر رمضان اي سيدوك لان الهي اللوغو مهد علي بعدما صنت في اوسو وريقي الحديثان والسبعون تحت المئة فقل كذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحير فرض النبي جنب وحواجه يلي صلى الله عليه وسلم صدقة القطر صدقة لهم كحاب صدقة القطر أما فطر أو قال رمضان أما صدقة رمضان فضد بوان إلادا على الذكر لطكئ والأنثى معكس والحر قصد حركه والمملوك مثك الهزي أطوك صاعا أو صاعا من تمر سستمر أو صاعا من شحير إلو بحيو قال وحير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير فعدل وحيلت من الناس تدك به كنصف صاع صاع نصف من بر أو برع على الصغير حنك يريد والكبير مدوين
وفي لفظ لفظك لوحو أها أن تؤدى إلا الضحية قبل خروج الماخذ إلى الصلاة تبقى إنت إنسان آذن صلاة عيد كهر وإلا الضحية عزيز كهر في الماما يا إنو مدو فرض يا لي أما واجب يا لي صدقة لغو مقا حابة صدقة الفطرة أما صدقة رمضانك وعلاك ربا منك إيا ناكسة حركة إيا مملوك الصغير إيا كبيرك ومسلمين تكمتها كما أنتم إلي مكة بحيان وعلاك إيا صح شعيرة أما في ملحة حفظة مكة مكة وكاريكارو اللي أبو بني هو فضلك البلن وصلاة تصبح مكة اللي تكدو إلا صلاة عيدة اللي قارة إنت أردت حيث إلا بحيو لبا مالموت عيدة كثم من والله في حنكرة سديد لباسك يستغاي لباسك بشه رمضان هدي الله المريا وحدي باتها مرحا الحديث لا تتبعونه بعد المئة حديث يبقون سدحية طباسنات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحو يركنا معطيها وحان أحيكوه في زمن النبي نبي قزمن في صاعا هل صاع من طعام الطعام أو صاعا من تمر صاعا من طعام مرك أوليها وحالك قاسي أيالا يري الزكاة الفطر إلي صلعك أن سحيني لازم وإنو طعام هذا صاع من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقف أقف كوحا لهم عبا وعانا مخيفك وعانا فورها أم مطغانا فرعك كائن مركا لفقية وايو بحنا يا أوصاعا من زبيب أم صاع الزبيب فلما جاء معاوية مركي معاوية يمد ومدحتني مذي أوقف صدي وجاءت السمراء سمراء مزكين أي صوت أضي صنع يا لولد إلى مزكف في عم أي صوت أضي صنعك قال وحو يري معاوية أرى وحان أرك يا مدن القوم بؤو من هذه المدان يعدي لمدين لبقوم بحنا يولي قرصاي أوقني أرأى قال أبو سعيد وحو يري أما أنا أنه فلا أزال كزول ماي أخرجه إن أبحنا كما كنت أخرجه على عهد رسول الله فأبحنا وقته نبي صلى الله عليه وسلم زمكي نبي قسان أبحنا من زقف عن أسوق أو أمي سنسوقين صاحي نبي في بؤغة أيام حنا إلى المعاي حول الجيلة بعدما صعل بحناي ومن زقف عن أسوق حول الصاع نسكي صالة بحيو فأسو مركا ليه أي مع ذلك أبي سعيد وسحابي وواتيلي وعيل سيد النبي أن أبت عندنا وقت جيسا في أن أين أبت هنا يا مركا مرحا كتاب الصيام صيام في كتاب جيسي ويأصل كل قضاء الإمساك أيا اللي يقول هذا صونك لكن شرحه هو إمساك عن المخترات وحيابه هو حفوري أوتا إلا كريستون هذا المعنية من طلوع الفجر لقبت الله الفجر كتل الشديد إلى غروب الشمس لقاره صونك رمضان كواربنك أفراطي جرد في الإسلام وكل سيئة وعبادات إله لو قلت وادقوه بفضلك أبضا أيوك مدياي إله وعبادة سرع وكتحيس إله في أدوه سيئة كبيرية الحديث رابع والسبعون بعد المئة حديث في فقل أفر إذ أضباطنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحو يري قال رسول الله رسولك الله وحو تعي صلى الله عليه وسلم لا تقدمه كالحر مرينة رمضان بشهر رمضان كان في صوم يوم او يومين هل مالن امل لما مالن سوم كودها سومين في رمضان كمالن امل لما مالن اي كتب الصحي الا رجل لن اما قطما انا كان يصوم صوم 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 جيري قد يصومه اصوم كان حديث النبي محمد الله قلت الماما يا ان عبادات كلك لك لك لصوحه ويريد التمييز بين العبادات والعادة إن لك لفقية حيال الرباع وفكو حجر النبي حديث رمضان كهو سوهر مرا يكون سو لوية أي المالد يلا بمال السوق وديان لك لفر مرا وفكو إنو مفتر هذا مستعدا لصيام شهر رمضان سوء قد يرقر إسناد بشهر رمضان كهو كيدا إلا لكن فقي عادة لهنجري مثلا عادي سوحي أهنجر سيكونوا صومك يوم الخميس أو الاثنين مالين خميس أما مالين اثنين ويكسو آذي صوكو اللبربري أم هلبري كثمة أي خميس أم اثنين كسو آذي وزومي كراكا أما سقل أيو كدا أدو ديبو لغانا وقتي أياكو إماناي وقت النوع عن وحدي باسا مالحا أما تبتقو ينهك لحاذي ممنوع كعا رمضان كوربري أم اللبربري كثمة إلا صوم الحديث خامس وسبعون بعد المئة حديث في فقل تطباسا يشانات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحو جري سمعت رسول الله رسولك إلهي أيان مقلا يقول أصدقوا إذا رأيتموه حتى أرسان بشف صوموا صوما
وإذا رأيتموه أتاد أرسان أتانا فأبطروا أبورا وشوالك هلالي فإن معنا شوالك أو هلالك شوالوا فإن غمّا أدي لطبول عليكم كرسين أو ضرور أيتماضوا فشي أتد ويسان فاقبروا له أقدره وقدر أيو يري نبيك صلى الله عليه وسلم فاقدروا له وعلو لجيدا إجدى شعبان كثلاثين كثيرا فأكملوا عدة الشعبان الثلاثين في رواية كرأي سلمان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشعبان ثلاثين يوما شعبان كصدر ما من كثيرا أيو طي نبيك صلى الله عليه وسلم بش أرسيد إذا الله وأفر أرسيد إذا نوال وصوما sagaal iyo labaatan markeeda bisha waa la fiirina soddon markeena qorabta waa laga yaabaa inay qalato ilaa taariikhda islaamku waa sagaal iyo labaatan iyo soddon keliya hadii sagaal iyo labaatan soddon ay ku dhalan weyso ama ay dhalato ilaahay qamadkii la arki waayo cirka daruur uu jiro soddonka la kaamira fa akmilu ciddata shacbaan thalaathiina alxadiis sadisu sabcuuna bacda alqiha xadiiskii boqol toddobaatan iyo lixaad can anas ibni maalikin radia allahu canhu قال أنا سوحو يري قال رسول الله رسولك الله وحو ضعي صلى الله عليه وسلم تسحروا سحورتا فإن في السحور بركة سحورت بركة تجفين سحورت أيو يري نبيك بركة غير أي لو إضافي أو سحورت عدي الله حنو أي بركة مركة فسورتا هاي سحورت أيو غير نبيك سحورت بركة تجفين barakada ayaa ayuu ku tilmaamay nabiga waxaa laga taadanaa xadiidka in la soxorto inay fiican tahay waana fulin la fulinaya amarka sharcigiisa barake ayaa ku jirta in barakada laga tagana ma fiicna mar walba qofku waa inuu afu mataqaanaa saxuurtaa haddii xataa uu dargan yahay uusan saxuur u baahnayn walow asaxa sawaad kabasha biyaha xataa ha noqoto wax yaro caanaa uu cabo intaasoo dhan waa inuu qofku isticmaalaa alxadiis saabic wasabcuuna bacda almi'a حديث في تطبيع تطبعتنا فقل كيف قال عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال زيد وحو يري تسحرنا مع رسول الله رسول كرمحي لسأيا لسحر حرمي صلى الله عليه وسلم ثم إنتاك بعد قام وإنتاك نبيك إلى الصلاة صلاة أيوك حي قال أنس وحو يري قلت وحن كدري لزيد كم كان بين الآذان والسحور آذانك هي السحور تميقى ودحيسي قال وحوير قدر خمسين آية كنتم آيضا انت لغا أقري أي ودحيسي آذانك وحوه لجيدة آذانك صلاة صلاة ميقى ودحيسي أيو يريد سحيسة وحصورة كر آذانك إنه لجيدة إقامة أقيمتانك صلاة الأقيمي انت أسا سحور تحنتين ميقى ودحيسي مركز صوبة وحا ودحيسي كنتم آيضا انت لغا أقريو حديثك وحال لك قادنا تأخير السحور سحور تحين دب روحك إلى قبيل فجر لك جارو إلى فضل فضلتهاي مع ذلك قفك تيه أقابتي أمو أقودك تك صلاة وإنو وقت إليك را إنساك أوهره مع ذلك وقتك إنساك ومن طلوع الفجر سيد إلى سلمان سبحانه وتعالى سحور تحين لحنا بركنا ويكجلتا كحادقا نصر لي رسولك الله سحوراني kadib salaada loo kacay kontan aayadood inta u dhexaysa inta laga akhriyo ayaana markaa u dhexaysa waxaa laga fahmay suxuurta gadaal in markaa loo dhigay alxadiis 78 ba'da al-mi'a xadiiskii boqol toddobaatan iyo siddeed can caaishata iyo ummi salama radiyallahu canhumaa anna rasuulallahi rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yudrikuhu alfajru mid fajar ka haleela oo fajarka ku dhalanayay wahwa junubun asagoo janaabo qaba asagoo janaabo qaba oo min ahlihi ehelkiisa ka qaba ayaa fajarka ku dhalanayay fumaka bacdi yaqtasilu waa soomayay yaqtasilu waa qubaysanayay wayasuumu waana soomayay sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yujaamicu billeyl min abeenkii xaaskiisa jimaaca in badan oo badanna waxaa dhici jirtay inuu fajar ka haleelo wahwa junubun asagoo janaabo qabo lam yaqtasil aan qubaysanin soonkiisa waa dhammaystiranayay mana soo gudaynin sala allahu calayhi wasalam xadiisku waxaa laga qaadanaa haddii axadka uu waanbariiso fajarka ku dhasha asagoo janaabo qaba welina aan ka qubaysanin inuu axadka noocaa soonkiisa wadanayo wax kabaara guda ma ahaanin wax soo guditaan akhii qallana markaa lagama rabo taasu xadiisku tilmaama soonkiisuna waa saxiix qofkii ku waanbariiso asagoo junub qaba
النبي مركو طاي وهو جنوب من أهل مركو ليه هاي وحلاقة قاضنا النبي ريح إلى سجناب وقعي ما يجري في أهل كيس حق يسيك أهل جس كليون إلى شيطان كما أودي كرو إنه النبي وحسو طاي مني صلى الله عليه وسلم مركو قفك واسكم تأتي أهل كيس وكأتي بأطير يقعتي بطلب ضرب الجناب مع ذلك انت كقضى الفجر تنقو كل شصون هاي تهاي لقيه ما يمالي انت فجر كقوت الشيء هذو الجناب قد الصون كاق الإبرواي وقريسنا وفكنا سوك وضوضنا وحكا فارقوتي قلنا مركع لك مرضو الحديث 73 بعد المئة حديث في بقل قطبات يتقالات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو لما نصي قبقي الماما وهو الصائم طول سوميه فأكل وحفن أو شرب أم عبا فليتم سومه سوكي سهوته سوكي سيسكت من سأيوه النبي فإنما أطعمه الله وسقاه إلهي قوذي إلهي ورابي سبحانه وتعالى جمهور العلماء وحي كتك الحنسان كي حبيتان كغفك ناسك لا يفسد الصيام كيلو سنصنك فسهابين لكن وحاقلة تحدد كتاقين هاي في الجماع هل لو حكم الأكل وشرب بعد الإفساد أم لا حكم كما عنتان في حبيتان فوق لما الله قياسان مسمية إن بلن فاكمير ويجيزيه نهار رمضان وعيلين ها إلو بيوسف إلو لبضب والاك الربع قاروحي قياس قاسين عنتان في حبيتان كأي جماع عن قنقه قاسين فوحيتين والله من قصقنا من نصي وهو صائم فأكل أو شرب فليطم سومه سوكي صحفة مسيطة فإنما أطعمه الله وسقاه إلهي يا قوذي إلهي يا ورابي سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلهي يا ناقبا أقام المانع أم أنقذنا إلهي نواي هيك أيوضا الحديث مامون حديث في سنة بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة وحي بينما وقت نحن أنجو جلوس فقنا عند النبي النبي أبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل نباجه فقال وحي يا رسول الله رسولك إلهي وهلكت وهلكت لي فقال وحي لا نبي ما أهلكك محاك هلاكي أو قال أو أمس ما لك أيها النبي محاد عين قال وحي وقعت على امرأتي نكتي إذا أيام قطعي وأنا صائم أنيقنا أصومنا وفي رواية وحي إذن أصبت أهلي إهل كيغا أيام أصيبك وأنجاري في رمضان رمضان أيضا يتحي يواتكل في نحار رمضان رمضان مال أيضا يتحي فقال رسول الله رسولك إلى وحي صلى الله عليه وسلم وابط ليصي هل تجد مهلي كتار قبة قور قور تحتها أدعر يصور قور إلى فكس أيال الربا وحد كفر يصم مهلي كتار قال وحي دينك لا ميا قال وحي لنبي فهل تستطيع مكري كتار أن تصوم إلى صورة الشهرين المتطابعين لبب لوت وحيرين قال وحي دهي لا قال النبي وحي لك هل تجد من اهل الطعام 60 مسكينا لحدا المساكين وحاطه خوذي سقال لا ما يا ايونا وتفتح لي كفار قلت الله قد صافي لها دمبيغا تفتح لي بواوين قال وحي لك فسكت النبي النبي وحي كامس صلى الله عليه وسلم الى واحد الشيء مالي فبينما وقت نحن انجو على ذلك حالتا قصر الدنيا فنهي النبي قال فتح لي سؤال بك هو ومي مي مي هو جوابي ان اتى النبي نبيك وحا لولك لوليم اتي النبي او اتى النبي نبيك وحا لوك يعني في عرق الزنبيل وفي تمر الزمر الوجود والعرق عرق المدخل والزنبيل قال وحي لنبيك اين السائل او كيسو اشكي ويديناي قال انا اني ويبو دايدك قال وحي لنبيك خذ هذا كم قاطو فتصدق به تصدقين بحل احد المساكين اسمه وغاي نبيك في الانسان فقال منك يوحو جري على أفقر مني يا رسول الله ما أحد أنك يقفق الزن أياج الرسول الإلهي يا واي مسكين أبا أنا بأبا أبوضي نبي فو أنك يري فوالله ما قطعت يري ما بين لابا سيحا يريد ولجر الحرقين لبضى بوران ومقالة مثيل كوريك المجيرو أهل بيت أهل بيت أما قوس أفقر من أهل بيتي أهل بيتي هو فقط الصن أنا بإذنك ما أنت وحدة يفعنا نيسلي السليم فضحك النبي نبي هو أبو صلي صلى الله عليه وسلم حتى بدل إلا أي موقتي أن يامون هي الجزء إلا نبي من عيسى وأركي أيو منك مقصلي ثم قالوا في ربحواي أطعمه أهلك أهل كذا قولي الحرة الأرض وطلك تركبها إنك أبار مارين حجارة السود لك عند المدلو فالك عديسك الحسن ماما يا نكال
نبي قوي من صلى الله عليه وسلم أيه وان هلاك سمي وان هلاك سمي أيه يرن إنك عصبت هلاك سينا وحاس يسأل قطع وقت رمضان أيضا يسأل جماعي وقت يسأل قطع عمرك ما لنسى إنسى كثم الوحف السماء ما لنسى وسوء كذا مع ذلك تفارض هذا ما وعلى قربه وإنه أبان خريه أما وإنه صدقيه لحن المساكين قوسي الراشي أما وإنه صومع شهرين متطالعين لما بيروت وشيدي أحسون قوض أيام مركا لك ربا قطي مال رمضان أريد تالينا مركا أريد آدي أطو أذك وايا حالة حافا وصوم في السفاري سفر تقول له صوم فاتي دي وايا الحديث حادي وثمانون بعد المئة حديث كيف قلت سيدة الإيكولات عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عامر الحزمي هيا قال وحو كجر للنبي النبي صلى الله عليه وسلم أصوم مكسوم كرا رسولك إلهي في السفر سفرك وكان حمزة وحوها كثير الصيام من صيام نسوم في سكريه أما كثير السفر سفر في سكريه قال وحو جر النبي إن شئت فصوم وإن شئت فأصوم حتى دونت فصوم حتى دونت فأصوم سحابي قالوا وقلت المامي النبي صلى الله عليه وسلم إنه سومي كرفية إن كلي النبي قال لبضى حالك وقلت المامي حمزة أسلمي وحوظ هذا من جلس وقوة على الصيام صوم كانوا أودي كري حتى حسيك وصفر يهي سفر في السنة وافق ما سوك في السنة وفق ما فصولك أي سؤال أي صوم في السفر سفر كما قسومي كرا نبي هو قياس كلي أطور ربنا إنه صوم أطور ربنا خوكو أفورو حديثكو حالك هذا أفورتاك سفر لو أفورا ورخصه حتي قفك وكحب صنايا مشاقه تخير كوا فنايا هاي قفك أولي كان إنه صوم قفك أولي كان أو أولي كان إنه كأفورا مع ذلك في رواية تلقيت ما في حدوه صحا نكا كان أو كان كرا وحو نجل هو أولي كان إنه خصوة مصطفى كان أو كان أولي كان إنه أفورا هيا فضي فضن بالجري قفك أولي كان إنه خصوة المذكاة والأيات إلا وضع بكيني أفران أيام في عسل إلى السلمان وإن كنت مرضى على سفر فعدة من أيام أخر قصد سفر أحمى سيد متقالة جيرة كذل دمعك سوق الليل سفر على السلمان لما السلمان إنه أولي كرئي عيك له مارك إنه أفران أيا فضل فضل وفق هذا أسوأ إستطاع مارك سيد مقصد وقلت أولي كرنا وسومي قصد أن أولي كرنا وأفران الحديثان والثمانون بعد المئة حديثي فقل سيدني اللبات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وثل كنا نصافر وحام حيث والسفر مع رسول الله رسول كمهن صلى الله عليه وسلم وعد أركي فالسحابة بكري آدي آدو آدات لما يأذنك لهم ما ينصافرنا معنا رسول الله رسول كان للسفر رسول كان للسفر رسول كان راعي رسول كان للفتي السلاك ومرد التوحيدي مصافر مع رسول الله فصحبنا مع رسول الله دخلنا مع رسول الله خرجنا مع رسول الله مروا البواب تأبيه أي كيدا في جناير حتى تكون يولئوا يمانه وأطلقوا لصفة الحيبين فصحبنا مع رسول الله رسول كمهي سأيا لصفة رامي كنا نصافر مع رسول الله رسول كمهي سأيا لصفة أيام أين فلم يعي فلم يعي الصائم منك الصائم كمهي بينين على المقتل في أفرما ولا المقتل على الصائم في أفرمان في صنة المحيبين بينين حديث روحا لك قادنا ذات قارنا وي صنعي قارنا وي أفرماي إن في صنة لما تقال ذات في أفري أو مدين حدو أفرتين إن في أفرتين لما تقال ذات في صنة أو مدين حدو صنتين مركا لابد إني فنان في الحديث في الماما نبي قنوا أشكيو لدوان صغي حريصة الحديث ذلك والدمانون بعد رحيها حديث مزيدة في الاتحاد بقول كجلال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال وحر خرجنا مع رسول الله رسول تميحي سحيا لطح صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بشي رمضان أيضا أيضا في حر الشديد كل أسر أن مركا واجري حتى إذا كان إلا أحكيه أحالي أحدنا أحكيه لا يضع مثلي يده تحديد على رأس بلد من شدة الحر كل أسر الشديد كعنده كثيرك بنا ورحنا وما فينا لغمة الحسن بين صائم القبصة من إلا رسول الله رسول إلهي ما أنا صلى الله عليه وسلم إيو عبد الله ورواحة لبضى ذكر يا صورنا إبتنا كروا الأمر من مضعي حديثك في الدليل يا أي تذكر ولوسهم بكرا إن إسلام السفر إنه بناي أي نبي قرر حديث صنم أي الله مع ذلك أي مرير إن إسلام السفر ليس من الفر وناجد بإسماءها ولكن عليكم برخصة الله لفي رخصة لكم
لكن رسول الله قاطع مركا لوضع حاضر البنات مركا لطحا يصفر تبذر بقبط نعمة معناها وحالولتنا وقفت أنكر كريم إنه مركا صوامه الحديث رابع وثمانون بعد المئة حديث في فقل حديثا لأفراد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وحو يركان رسول الله رسول فينا وحو أهل صلى الله عليه وسلم في صفر صفر فرأى وحو أن الامتحان من ميل الامتحان آخر امتحان وحلو لجينا وميل قليل أخوضت في سنين أيو أركي إي ورجلا من أطفل إلى لحرنا يحرين كثيرا لما قرحنا لك حرنا أيو دلت يسين بأيو وحنا وحرنا أيو فقال وحو لينا هذا متى المحاوية هذا وحيد إنسائم المسلمية مع ذلك وسعوه على وحده لأنه ليس من البر وناجك مت معها الصيام والسفر سفرت على الصوم يبو صوصام فاصوت المعنى مرنو أفوري مرن إنو صوم إلا كريكو قاري وفضح مكمل قبس علي أيو أفوري حالتها صوت وحيد الماما ينلبضب إلي بنام صحي لكن مرقو رسول الله ليس من البر الصيام والسفر ومرك تبقى نوكال الوجود ودجي ذلك والوجود سيهي والله هارينا أسقو دروح كريكرا فلها حالتها الإمام يتقفك كم شقوناي إنه مركز أفوري كرا قفك أن كم شقوني حتى لكتس وأفوري كرا ورقصة وفي لفظ المسلم عليكم برقصة الله تشينا هأها ترقصة الإلهي الذي رخص لكم وإذي رقصة من أيو طيبية فصح لذي سيواية فصح إلهي تاسع تاسع مركز عن الحديث 85 بعد المئة حديث فقلت زيتا في شرات عن آنس ابن مالك رضي الله عنه قال وحر قلنا وحانك مع رسول الله رسول كمهي صلى الله عليه وسلم في سفره سفرنا وكجرنا فمنا الصائم ومنا المفطر إن صامتي من أبرم ونجري قال وحر فنزلنا واندكنا منزلا مكان تجد في يوم حار مال حار أو كل القرن أجرنا وعها وأكثرنا ظلما ننكم وغفظ ضمان وصاحب الصائم تنبق صاحبها لقه خاص بحبه الزهوانك بؤس كتغا ومنا منبع نغمتها يستطيع الشمس ورحد رجج بنا يسيطي قال وحر فسقط الصوام تدكي صوما ويدعين فسقط وحا هورتي الصوام تدكي صوام بها معنى تدكي صوما ويدعين وقام وحا إتاك بنادي المقدرون بوي أفرما فضربوا بالقسمين الأبنية الإسمه وسقوا بالقسوة ورادية الركاب حدهودي فقال رسول الله رسول إلى وحر لحب المقدمون تبكي أفرنا ماسع اليوم ماسع وحي لسجن أجل أجل بي لسجن تبكي صوما تبكي أفرنا تبكي أفرنا أي أجل بلنبو بيني صلى الله عليه وسلم ماسع صوبتوا حتى تبكي ويأول واجل وحسن الإنسان إلي ركاب كون وراب سبان إلي وحسن الإنسان تبكي أفرنا صوبت لها أي أسمي مركوا صوت ما نقضل أول كريم وإنو أفرنا خاصة يا مقبل قبل الحديث 83 بعد المئة حديث بداية المئة لحد فقل كبار عن عائشة رضي الله عنها قال يوحي إلى عائشة كان وطوءها يكون من هذا علي قد إلى الصوم في رمضان رمضان يسوق إذا يقول له هنجري في عائشة وحل العادة أي بوجه قد عضو وصوت أوتافو أي أرمي لنجري الله فما أستطيع على دار منه ورسوله الإمام يقين الفنان تحقيق قضاء رمضان إن دبلو إبي كربس رمضان كأحوح الله هوية شرقو خلاء إلا شعبان كلاقي كارا مع العذر هذه عذر مجيرو وفك هذه دبلو ودق رمضان كلاقي ليه واحد باطلع مرحا لكن وحفظ فضا مروى البحلة تتجيو هذه عذر وصل مكياتي عايز وحي حتى يسجنوا عذر قصو غيه واي وحي يسير ما أستطيع فما أستطيع ما أوذي كريم إلا مكذو إلا شعبان كما أنت إذا تبدأ لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي إلا رمضان كلا إلا دفع